يعرف كل أب وأم أن السنة الأولى مع طفل رضيع صعبة وشيقة في آن واحد. يبكي طفلك طوال الوقت، يقول نه، يمسك بأذنيه، وليس لديك أدنى فكرة عما يعنيه أي من ذلك. لحسن الحظ، قام بعض الخبراء بفك تشفير لغة الرضع الفريدة. وسأقوم اليوم بمشاركتك القرائن التي ستحتاجين إليها لمعرفة ما يحاول مصدر سعادتك الصغير قوله. لنبدأ بالطريقة التي يبكي بها طفلك الرضيع. خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحياة، البكاء هو الطريقة الرئيسية التي يعبر بها الأطفال عن احتياجاتهم، وفيما يلي سبعة أنواع من البكاء للاستماع إليها ومعرفة ما تعنيه. بكاء النداء. هل سبق أن سمعت طفلك يبكي لحوالي 5 أو 6 ثوان ثم يتوقف للعشرين ثانية التالية؟ طفلك لا يشاهد إعلاناً تجارياً، بل هو بكاء نداء، ويعني أن طفلك ظل وحيداً لبعض الوقت، وهو الآن في أمس الحاجة إلى اهتمامك، وإن لم تستجيبي فوراً، ستسمعين تلك الحلقة الرائعة من البكاء عدة مرات أخرى، لذلك احملي طفلك وامنحيه كل الحب الذي يحتاجه. بكاء الجوع. هذا النوع من البكاء مشابه جداً لبكاء النداء مع اختلاف واحد صغير، إن لم تذهبي إلى طفلك على الفور يصبح البكاء هستيرياً بسرعة. قد يبدأ طفلك الرضيع أيضاً في تدوير رأسه وإصدار أصوات لحس بفمه. وكلا، هذا ليس مقطعاً من فيلم إكسورسيست، بل مجرد إشارة واضحة على أنه قد حان وقت إطعامه. بكاء الألم. إن سمعت بكاء الألم مرة لن تخلطي بينه وبين الأنواع الأخرى، هذا البكاء موحد وثابت، ولكن تعني النوبات الهستيرية الصغيرة أن الألم يزداد، لذلك يجب عليك الاتصال بالطبيب في أسرع وقت ممكن. هذا النوع من البكاء صاخب جدا أيضا، إلا في حال لم يكن طفلك قويا بما يكفي لإصدار أصوات عالية. البكاء الفسيولوجي. يتعامل الأطفال مع جميع أنواع الوظائف الجسدية مثلنا، من إطلاق الغازات إلى التبول وتبرز، وقد يتسبب كل ذلك في إزعاجهم بشكل أكبر مما تظنين. لحسن الحظ، يخبرك الطفل في العادة على الفور من خلال الأنين والصرير أثناء البكاء. بكاء النوم. قد يصبح النوم مشكلة أخرى للرضيع، فأحياناً لا يتمكن من الخلود للنوم. أعرف هذا الشعور، هل تعرفين ذلك القول المأثور الذي يقول نمت كطفل رضيع؟ والذي يعني النوم بهدوء وسلام طوال الليل؟ حسناً، ما يعنيه في الواقع نمت ثم استيقظت كل ساعتين وبكيت. نعم، في هذه الحالة يكون بكاء الرضيع كأنين مستاء وسلس يتبعه الكثير من التثاؤب، كما يميل الرضيع الناعس إلى فرك عينيه وأذنيه، لذلك يمكنك البحث عن هذه العلامات التحذيرية أيضاً. بكاء الانزعاج. يبدو هذا البكاء مستاءً للغاية ويصحبه في الغالب تململ، كما قد يقوم الرضيع بأرجحة ذراعيه وساقيه وتقويس ظهره، وهذا يعني في العادة أن الوقت قد حان للتحقق من حفاضته أو تغيير ملابسه، كما قد يكون الرضيع ساخناً أو بارداً للغاية. بكاء الملل. هذا النوع شائع للغاية، يبكي طفلك وتحاولين القيام بكل ما تستطيعين، ومع ذلك لا يمكنك معرفة سبب بكائه. الأمر سهل، مجرد أن طفلك مستاء أو ضجر اصطحبيه في نزهة خارج المنزل أو حوله، العبي معه جولة أو جولتين من لعبة البوكر أو شيء من ذلك القبيل. كلا، أنا أمزح فقط، يمكن لتغيير بسيط في البيئة أن يوقف البكاء بسرعة. حسناً، الآن وبعد أن أوضحنا لك سيناريوهات البكاء المختلفة، حان الوقت للتحدث عن الأصوات الأخرى التي يصدرها طفلك. نعم، كل تلك الأصوات الغريبة لها معانيها الخاصة. قامت دكتورة الأطفال الأسترالية بريسيلا دونستون بدراسة أصوات الأطفال الصغار لأكثر من 20 عاماً، وقد درست أطفالاً بعمر 3 إلى 4 شهور من جنسيات مختلفة أثناء بحثها، ووفقاً لدونستون، لا يبدأ الرضيع في إصدار أصوات للتواصل بنشاط سوى بعد مرور 4 أشهر، وقبل ذلك تكون الأصوات مجرد رد فعل أساسي يحتاج الوالدان إلى اكتشاف معناه. لذلك إليك ورقة غش صغيرة عن الأصوات.
نيه تعني أنا جائع هنا أطعميني. يصدر هذا الصوت من طفلك وهو يدفع لسانه للأعلى لسقف فمه، مما يتسبب في رد فعل المص. إيه تعني أعتقد أنني سأتجشأ الآن. ومع ذلك يبدأ الهواء الزائد في مغادرة المريء ويحاول طفلك إخراجه من فمه، وقد تحصلين في بعض الأحيان على أكثر من مجرد تجشؤ إن كنت تعرفين ما أعنيه. أوه تعني أشعر بالتعب والنعاس الشديدين. يطبق طفلك الرضيع شفتيه قبل التثاؤب ويصدر هذا الصوت. هيه هو قول الرضيع أشعر بالانزعاج وعدم الراحة. السبب الرئيسي على الأرجح هو شعور مزعج من نوع ما. قد يظهر الرضيع مشاعره أيضاً من خلال تحريك يديه وساقيه وهزهم باستمرار، تشير إيارة إلى بطني تؤلمني ساعدني. قد يتحول هذا الصوت الغريب إلى أنين أثناء تمديد رضيعك لبطنه والزفير. لا تتجاهلي هذه الأعراض وتصرفي على الفور. وبشكل أساسي هذه هي كل أصوات الرضع التي تحتاجين إلى معرفتها. هل تشعرين وكأنك خبيرة بلغة الرضع الآن؟ على رسلك، فلدي درس آخر مهم لك، حركات الرضيع. يمتلك الرضع الصغار لغة جسد خاصة بهم، والتي قد تساعدك على معرفة احتياجاتهم ومزاجهم. لنلقي نظرة عليها. تقويس الظهر. يعرف الوالدان أن طفلهما الرضيع تحت سن الشهرين يقوس ظهره كثيراً، وفي معظم الحالات يكون مجرد استجابة نمطية للألم أو المغص، ولكن توجد بضع استثناءات لهذه القاعدة. إن كان طفلك يقوس ظهره أثناء الأكل فهذا مؤشر على ارتجاع المعدة، وبعد الأكل يعني أنه شبعان. وإن كان طفلك قد تجاوز سن الشهرين ولكن لا يزال يفعل ذلك فلا داعي للقلق، فهو يعني مجرد التعب أو المزاج السيء. تدوير الرأس. هذه هي طريقة طفلك لتهدئة نفسه، وتراها في العادة عندما يكون طفلك على وشك النوم أو التواجد مع أشخاص لا يعرفهم بعد. الخبر الجيد هو أنه يمكنك مساعدة طفلك. قومي بمجرد فرك ظهره برفق وسيسترخي على الفور. الإمساك بالأذنين. قد يبدو هذا مخيفا للغاية ولكنه طبيعي تماما، لأن طفلك الرضيع يستكشف جسمه. ولكن إن تبع فرك الأذن بكاء شديد يجب عليك زيارة طبيب لمعرفة مصدر المشكلة. إحكام القبضة. إحكام القبضة أو بسط اليد يوضحان مدى جوع طفلك. اليد المرتاحة للغاية تعني أنه شبعان، في حين تظهر القبضة القوية أنه يحتاج إلى طعام في هذه اللحظة. يمكن أن يساعد الانتباه إلى هذه الجزئية الصغيرة في حينها إلى منع بكاء الجوع وتوفيرك الكثير من الوقت والتوتر. رفع رجليه. خلال الأشهر الأولى من حياة طفلك يكاد يكون من المستحيل تجنب ألم المغص والبطن. يحاول طفلك التعامل مع هذا الألم بنفسه من خلال رفع رجليه لتخفيف تلك الأحاسيس المزعجة، ولكن أي مساعدة إضافية منك مرحب بها تماماً. فرك البطن طريقة رائعة في هذه الحالة. أرجحة الذراعين. تثير الأصوات العالية والأضواء الساطعة والإيقاظ المفاجئ رد فعل مفاجئ لدى الرضيع، ونتيجة لذلك يقوم بأرجحة ذراعيه من الخوف. وفي هذه الحالة تتمثل مهمتك في طمأنة طفلك والتأكد من أنه بخير. وهذا كل شيء، هذا كل ما تحتاجين إلى معرفته لقراءة عقل طفلك. يوصي أطباء الأطفال الوالدين بالتحدث مع طفلهما الرضيع قدر الإمكان. اعرضي له كل الأشياء حوله، اشرحي له كيف تعمل، أو أخبريه قصصاً رائعة. حتى إن شعرت أنه لا يفهمك سيساعده هذا النوع من التواصل المستمر على تطوير أصواته وإيماءاته الفردية للتعبير عن احتياجاته بصورة أفضل. الآن يجب أن نوضح لك ما تعنيه الألوان والدرجات المختلفة للبراز في حفاضته، ولكن للأسف لقد داهمنا الوقت، لذلك ربما نقوم بذلك في يوم آخر. هل لديك أي حيل للتواصل مع طفلك الرضيع؟ أخبرينا عنها في التعليقات أدنى، ولا تنسي منح هذا الفيديو إعجاباً ومشاركته مع أصدقائك والنقر على الاشتراك. ابقي معنا على الجانب المشرق.